مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم. مساحه جديده للراي. لا شك ان استخدامات الطاقه التقليديه كالفحم والنفط والغاز الطبيعي ما زالت تشكل 80% من امدادات الطاقه العالميه، وهو الامر الذي يعد السبب الرئيسي في ارتفاع درجه حراره كوكب الارض الى مستويات قياسيه. اما مكمن الخطوره فهو ان الانبعاثات الكربونيه الناتجه عن احتراق الوقود ادت لموجه هي الأسوأ من الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية. وعلى الرغم من التوجه العالمي إلى الطاقة المتجددة كالشمس والرياح، إلى أن الهيدروجين الأخضر جذب انتباه سوق الطاقة العالمي، حيث شهد طفرة غير مسبوقة في الآونة الأخيرة باعتباره واحدا من أهم التقنيات الحديثة في مجال الطاقة النظيفة، لا سيما وأن استخراجه يعتمد على تحليل الماء كهربائيا، بالإضافة إلى إمكانية استخدامه في صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة كصناعة الحديد والصلب والصناعات الكيماوية. ومع أنه ما زالت طاقة الهيدروجين الأخضر تخطو خطواتها الأولى في سوق الطاقة العالمي، فقد وضعت دول عدة استثماراتها في هذه التكنولوجيا الواعدة لتعزيز الجدوى الاقتصادية لاستخدامه عالميا وعلى نطاق واسع. في مساحتنا للرأي نفتح المجال للدراسة والتحليل في التقنيات الحديثة للطاقة المتجددة فيما يخص طاقة الهيدروجين مع ضيفي الكبير في الاستوديو الدكتور سامح نعمان، أستاذ الطاقة المتجددة. نورنا دكتور. نور حضرتك فندم، اهلا بك. خلينا في الاول نطلع تقرير وبعد هذا التقرير نفتح هذه المساحة للرأي فيما يخص الطاقة المتجددة وبالتحديد طاقة الهيدروجين باعتبارها من الطاقات الهامة في مجال الطاقات المتجددة. فابقوا معنا. مع بدء العد التنازلي لنضوب الطاقة التقليدية كالبترول والغاز الطبيعي، بات من الضروري التحول نحو استخدام الطاقة البديلة لتجاوز استمرار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. فبعد أكثر من نصف قرن من التصنيع وإزالة الغابات، وارتفعت الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري لمستويات قياسية، الأمر الذي كان له آثار كارثية عالميا على البيئة من حيث الجفاف والتصحر أو الفيضانات التي اجتاحت العديد من الدول. ولهذا أصبح تلوث المناخ والتغير البيئي يشكلان هاجسا عالميا ودفعا باتجاه استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة كالهيدروجين كمصدر للطاقة الخالية من الكربون. وكان نجاح تجربة الهيدروجين الأخضر الذي يعتمد في إنتاجه على عملية التحليل الكهربائي للماء مجددا للآمال في توفير بيئة خالية من الانبعاثات الكربونية، ومع توفر الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء بالإضافة إلى الطفرة التي شهدتها آلات التحليل الكهربائي، بدأت عدة دول في وضع مليارات الدولارات للاستثمار في هذه التكنولوجيا ليصبح الرهان على تعزيز الجدوى الاقتصادية لاستخدامات الهيدروجين وإنتاجه على نحو يجعله بمثابة استثمار في وقود المستقبل الذي سيغير من التداعيات الخطيرة لظاهرة الاحتباس الحراري. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا. مره ثانيه برحب بضيفي في الاستوديو الدكتور سامح نعمان، استاذ الطاقه المتجدده. دكتور سامح، احنا كمشاهدين يمكن خلال الفترات الماضيه بنسمع عن الطاقه المتجدده والنطاق دايما نتحدث هنا عن طاقه الشمس، طاقه الرياح، والطاقه حتى الطاقه الكهرومائيه يعني، ولكن الجديد الان نحن نتحدث عن طاقه الهيدروجين، ويمكن بنتكلم كمان يقول لك الهيدروجين الاخضر. الاخضر. فعايزين نعرف يعني ايه طاقه الهيدروجين، وهل الهيدروجين الوان؟ تمام. هو لو اتكلمنا عن الهيدروجين، اول ما نستخدم الهيدروجين في التاريخ القدماء المصريين. كمان. ايوه. هذاك لو بصينا الهرم الاكبر، الهرم الاكبر ده ما كانش معمول للموتى. هرم اكبر معمول لاستخراج الطاقه اللي بتنور المعابد وطاقة كهربائية لاسلكية. تاني معلش. تاني. يعني الهرم الأكبر معمول من طرد. معمول من طرد غرف فوق بعض. التلات غرف فوق بعض، الغرفة اللي تحت بتولد زبزبات ترددات. تمام. الغرفة اللي في الوسط بتولد الهيدروجين،
الغرفة الهيدروجين مع الذبذبات بيتنقلوا من الغرفة العلوية بتولد طاقة كهربائية بتتنقل من رأس الهيد بتاع الهرم تمام تنتشر لاسلكيا بقية المعابد التنور تمام. ده أول استخدام في التاريخ بالنسبة للهيدروجين. فاحنا كنا بنقول الهرم ده للمقابر، لا هم استخدموا المقابر بعد حوالي 100 سنة أو 200 سنة لما حصلت مشكلة داخل الهرم وما بقاش يولد الطاقة. تمام. نيجي بقى في المستوى في الأيام اللي احنا فيها حاليا، الهيدروجين له ألوان، له ألوان متعددة، واللون نتيجة إزاي أنا بستخرج الهيدروجين. الهيدروجين أنا بستخرجه يا إما هو له كذا طريقة، هو بيخلي 2 ألف تقريبا على ما كنت أتذكر، 2 ألف ده الأكسجين نفسه، فأنا باخد منه الـ H اللي هو الـ 2 ده، باخد هو ده الهيدروجين. تمام. وكلمة هيدروجين دي مركب أصلا، اتقالت هيدروجين في سنة 1783 لأن اللي اكتشفوا إنها عنصر من المية. فقال الجين يعني المركب أو الحاجة العنصر اللي هو هيدرو المية، فأصبحت هيدروجين. تمام. الهيدروجين ده انا بستخرجه يا اما بعمليه الازاحه بحط مركبات كيميائيه فيزق الهيدروجين بره، يا اما بعمله بالتحليل الكهربائي، يا اما اعمله اختزال اعدي بخار الميه على الكربون، يا اما بحط عجينه بقى دي الحاجه اللي هي الحديثه جدا، ان انا بدل ما بستخدم الكهرباء واطلع هيدروجين من الميه في زي الشريحه نانو، شريحه نانو بتتحط تستقبل الضوء بتاع الشمس وتولد كهرباء داخليا على الميه وتطلع الهيدروجين، فانا ما بستخدمش كده فيها كهرباء، دي احدث حاجه موجوده يعني. ده استخدامي بالنسبه للهيدروجين. الهيدروجين الوانه له الوان، الوانه ناتجه من ايه؟ ناتجه من الطاقه اللي بكتسبها من الحاجه اللي انا بطلع بيها الهيدروجين، لان احنا عندنا ايه؟ الهيدروجين انا اللي معاه عباره بقول الاماره دي هي الهيدروجين، فانا عندي في الاماره دي 6 ادوار، كل دور فيه ذره الهيدروجين. بس الذرة دي جايبها منين؟ جايبها منين؟ دي بتاخد الطول الموجي بتاعها اللي يديني اللون اللي احنا بنقول عليه بقى اخضر او اصفر او رمادي. فانا عندي اللون البني ده لما بحط ثاني اكسيد كربون مع الفحم بيديني هيدروجين، بس ده هيدروجين بار للبيئه لان هو هيدروجين ومعاه نسبه عاليه جدا من ثاني اكسيد الكربون اللي هي موجوده بكثره في الفحم. في الفحم. تمام. فلو انا اخدت البني ده وشلت منه ثاني اكسيد الكربون وخبيته تحت الارض يبقى عندي ازرق. في ده بالنسبه للبني. الرمادي النفط او الغاز. لو انا جبت الهيدروجين عن طريق النفط او الغاز بيديني لون الرمادي. قلنا الازرق ده لو انا باخد بفصل ثاني اكسيد الكربون. عندي الاصفر لو انا استخدمت الطاقه النوويه في تحليل الميه عشان اخد الهيدروجين يديني اصفر، يعني لما اجي احرقه او اشوف الطيف بتاعه في المعمل يديني طيف اصفر، يديني الطاقه في انهي دور من الادوار الستة اللي احنا بنقول عليها. الابيض نتيجه ده بقى جاي طريقه غير مباشره، يعني بعمل شويه تركيبات كيماويه في قلب المصانع تفاعلات يطلع لي هيدروجين بيبقى ده اللون الابيض، لان انا مش اصلا عايز الهيدروجين ده. الاخضر ده ناتج من تحليل الميه باستخدام الطاقه الكهربائيه العاديه بتاعتنا اللي هي طاقه الرياح، طاقه الشمسيه، الطاقه الكهربائيه. عشان كده الطيف بتاعه بيبقى لون اخضر، فانا بقول عليه طيف. احسن واحد فيهم هو الاخضر، لان الاخضر لا يصطحب معاه او ما فيش معاه ثاني اكسيد كربون. خلينا نتوقف على حاجه دكتور سامح، يمكن دايما واحنا بنتكلم على الطاقه المتجدده كان الكلام ان الطاقه المتجدده طاقه مكلفه تمام، وانها الخارج منها ليس بالطاقه يعني بالطاقه الكهربائيه الكبيره يعني مكلفه، والجيجا او الميجا اللي خارجه منها ما بتبقاش كتيره يعني مش كتير زي الشمس زي الرياح في الزعفرانه، الشمس في بنبان في 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 في, في اسوان. وهنا خلينا على مساله الجدوى الاقتصاديه بتاعت طاقه الهيدروجين. هل هو يعني مجدي اقتصاديا؟ الهيدروجين الطاقه بتاعته لو جبت كيلو هيدروجين وكيلو اي حاجه تانية، اي حاجه تانية زي غاز مثلا، زي الغاز اي حاجه تانية بتدي طاقه، غاز بترول نفط، على الاقل ثلاث أضعاف. طب لما هو كده ليه العالم اتأخر فيه؟ يعني أنا كنت أسمع مثلا من فترة طويلة جدا عن القنبلة الهيدروجينية. وكان الحديث عن هذه القنبلة إنها قاتلة وفتاكة أكتر كم مرة من القنبلة النووية. ده أنا مرتبط يعني ذهني في مسألة الهيدروجين بالمسألة دي. لأن الهيدروجينية ديت ده اندماج نووي.
ده اندماج، دي هيدروجين مع بعض داخل اندماج، انما ده انت بتاخد الهيدروجين بتستخرجه لاستخدامك في الطاقه، تمام، بتحرق، تمام، انما الثاني ما بيحرقش، الثاني بيحصل له عمليه اندماج، تمام، ولذلك هي اسمها الهيدروجين او الاندماجات. يعني الجدوى الاقتصاديه منه كويسه عالي جدا جدا. طب ايه السبب ان العالم تاخر في هذه؟ لا هو العالم شغال فيه من زمان، من زمان، من زمان، بس احنا عندنا البترول ما نقدرش ندخل على بتوع البترول نقول لهم لا هنستخدم هيدروجين ومش هنستخدم بترول. كل حاجه من دول ليها المافيا العالميه، فبتسقط اي حاجه تظهر عشان شغلهم بقى والجرائم بالظبط كده. ولكن هم لما دخلوا في البيئه ودخلوا في المناخ ودخلوا في الاثار البيئيه السيئه بدات الناس تتجه الى انها تستخدم حاجه ما تضرش البيئه. استخدموا الغاز، الغاز اقل ضررا في للبيئه بالتاكيد. استخدموا الكهرباء زي السيارات الكهربائيه تعتبر شبه من عدم، ولكن الهيدروجين ما بيطلعش اي عدم. العادم بتاع الهيدروجين ميه. ولذلك بيستخدموه في سفن الفضاء، سفن الفضاء بيركبوا الهيدروجين والاكسجين فوق عشان يدينه ميه نقيه، يعني حضرتك لو استخدمت هيدروجين في عربيه عادم العربيه يدي لك ميه مقطره صالحه للشرب. مش بيحصل في العربات اللي يقول لك عليها لسه جديده، يعني يقول لك المكنه لسه جديده تلاقي بتنزل ميه كده. ده بتنزل ميه معناها انها لا بس دي بس دي لا بس دي ما بستخدمش هيدروجين. استخدامي للهيدروجين العادم بتاعه اخد منه ميه مقطره اشربها، ميه مقطره، ميه مقطره تتشرب، ولذلك بتستخدم في الفضاء. طيب ايه استخداماتي بقى للهيدروجين الاخضر؟ هتكلم هنا بقى. طيب انت يعني حضرتك اعلم مني ان الطاقه لها استخدامات عديده، يعني كل الغاز ليه استخدامات، النفط الوقود الاحفوري ليه استخدامات وليه اضرار. وهنا اتكلم على استخدامات هذه الطاقه النظيفه، اللي هي طاقه الهيدروجين. وهل يمكن استخدامها في صناعات ثقيله او استخدامها في مثلا توليد طاقه لاناره مدن لتدوير مصانع؟ الطاقة اللي بتنتج بالهيدروجين اولا الماكينات او الاجزاء اللي عشان تاخد منها طاقة تستخدم هيدروجين وتاخد طاقة كاملة دي محتاجة مكان خاص، ولكن انا بستخدم فيها الهيدروجين بنسبة لا تتعدى 20%. يعني نشوف نروح لانجلترا، انجلترا بتعتمد على التكييف بالغاز، التكييف المنازل اللي هو التدفئة للمنازل زي الانابيب وزي الميه واللي بتوصل كده بالظبط. فبدل ما بتستخدم الغاز 100% بتستخدم 80% غاز و20% هيدروجين. ما تقدرش ترفع عن كده لان الهيدروجين يتفاعل وبياكل المواسير وما شابه ذلك، فبتاخد 20%. ال 20% دي بتدي له قد ايه؟ كانه بيوفر 60%، لان هي ثلاث اضعاف، ال 20% ثلاث اضعاف يعني 60، يعني انت ضفت على 80 60 بقت 140، يعني 60 40 تقريبا. انت بتاخد الطاقه بدل ما تاخد 100% بتاخد 140%. تمام فبتقلل الغاز اللي داخل. ادي حاجه. الحاجه الثانيه ان الهيدروجين انت دلوقتي لما بتستخدم الغاز في تدفئه المنازل او بتوصل بيه شغل المنازل ايا كان، حتى لو طبخ او ما شابه ذلك، انا اقدر احط في المنازل اللي هي في المناطق اللي هي شديده البروده احط مكونات يحصل فيها تفاعل تديني الهيدروجين، استخدم الهيدروجين، استخدمه بقى تدفئه، استخدمه اناره، استخدمه طاقه، استخدمه كهرباء، تمام. الهيدروجين الاخضر احنا بتكلم عموما الاخضر عشان ملوش اي اثار جانبيه او اي اعراض. الهيدروجين انا لما بستخدمه حاليا دلوقتي في العربيات، هو من مشاكل الهيدروجين ان انا ازاي انقله، انما ازاي استخدمه سهل جدا. الهيدروجين دلوقتي بداوا يعملوا في العربيه بدل ما بيحطوا اللي هي الاسطوانات تانك، الاسطوانات ده عشان يعملوا بيعملوا من الفايبر وله مشكله كبيره، لا دلوقتي بيستخدم عجينه فيها مغنيسيوم، والعجينه بتتحط في العربيه بيضاف عليها ميه مع الهواء اللي بيتقابل وش العربيه يبتدي يتفاعل تدي لك طاقه في العربيه. طاقه العربيه دي الكيلو بيمشيك اربع خمس اضعاف على الاقل من لتر البنزين العادي، والعادم بتاعه ميه، فاذا دي حاجه من ضمن الحاجات. يبقى اذا انا بستخدم الهيدروجين يديني طاقه والعادم بتاعه ما بيأثرش على الجو، اقدر استغل الميه بتاعته في حاجه زي كده. طيب هل العجينه دي اقدر استخدمها بقى في الصناعات الثقيله زي ما حضرتك بتقول ان انا عايز هيدروجين عايز طاقه، يبقى انا بستخدم الحاجات دي اطلع منها بحجم صغير اطلع طاقه عاليه جدا. الطاقه العاليه جدا دي تستخدم بدل ما بستخدم البترول، بدل ما بستخدم الغاز، بدل ما بيطلع عندي ثاني اكسيد كربون بنسبه عاليه جدا ما بيطلعش عندي ثاني اكسيد كربون، فبالتالي البيئه بتاعتي بتبقى الى حد ما
ما فيهاش مشاكل. دكتور سامح خليني انا اتكلم يعني اشكال الطاقه تعددت يعني كتير، ويمكن من اشكال الطاقه اللي هي يعني لها كفاءه عاليه رغم ان الحديث عن حتى الاضرار السلبيه بتاعتها مع الوقت ومع الاخذ في الاعتبار الاحتياطيات وكده قلت، الطاقه النوويه. هل احنا هنا النهارده هل الطاقه الهيدروجينيه سابقه على النوويه ولا بعد النوويه من حيث الكفاءه، من حيث الامان، من حيث القدره على يعني القدره على القدره، وانا بتكلم على القدره على حجم تشغيل الطاقه. شوف حضرتك، المحطه النوويه عشان اشتغل انا ببني محطه نوويه، انما عشان استخدم الهيدروجين انا بنقل الهيدروجين بوسائل مختلفه في الحته اللي انا عايزها بطريقتي واستخدمها. هل تسريبه، معلش عفوا عشان تكمل النقطه، هل تسريبه له مخاطر زي النووي مثلا؟ لا هو اصلا هو خطورته في انه لو اتحرق، لانه لما بيتحرق ما حدش بيشوفه، هو طبعا ملوش لون ولا ريحه ومش ضار، ولكن يخنق، يسبب اختناق، تمام، وتفاعله مع الاكسجين مش كويس في الجو. ولكن غير طبعا غير النووي مفيش بقى الانفجارات الا اذا كنت حضرتك بتنقل كميه كبيره وبتنقلها، لا عشان تتنقل دي هي المشكله، تتنقل دي لازم فيه طريقتين او طرق مختلفه. طريقته يا اما تبقى الانابيب بتاعتنا مصنوعه من ماده كربونيه، تبقى دي واحد. اتنين بيتحط بيجيبوا الهيدروجين ويخلطوه بماده اسمها تولوكوين. تولوكوين بتحول، لان علشان انقله في اسطوانه لازم انزله لضغط 700 بار ودرجه حراره ناقص 253. طيب هنا هو محتاج كده تكنولوجيا عاليه في ايه؟ في مساله النقل. لا خلاص ما اتلغى الكلام ده. انا بحط عليه ماده التولوكوين، التولوكوين بيحوله لي من هيدروجين حاجه زي الميه، استخدمها في الاوضه، استخدمها في الحياه العاديه، وبعدين لما اروح عشان استخدمها اروح مدخل افصل الهيدروجين وارجع التولوكوين زي ما هو استخدمه تاني. فبالنسبه لي ما بقاش في مشكله ان انا استخدم هي كانت مشاكله ازاي استخدمه ازاي انقله. تمام، خلينا احنا كمصريين في الايام اللي فاتت تقريبا اسبوع او الاسبوعين الماضيين يعني جاء الحديث عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني اعطى تعليمات بمساله انشاء مصنعين تقريبا لانتاج الطاقه الهيدروجينيه او الهيدروجين. احنا كمصريين يعني كيف ترى دخولنا في هذا المنطلق، خاصه ان الدوله المصريه الان في مساله تنوع في مصادر الطاقه، زي ما حضرتك زي ما انا اشرت، في طاقه متجدده، في عندنا اكبر يعني شبكه طاقه شمسيه موجوده في بنبان في اسوان وفي ادفو، ايوه، وفي عندنا طاقه رياح في الزعفرانه لا خليج الزيت كمان وخليج الزيت في السويس. هنا هل يعني احنا عندنا القدره على دخول في هذا عشان ادخل في انتاج الهيدروجين الاخضر لازم اوفر عندي عنصرين، الميه والطاقه. هل انا عندي ميه اقدر استخدمها في انتاج الهيدروجين الاخضر؟ عندي، لان انا عندي 3000 كيلو شواطئ بحر احمر بحر ابيض متوسط. طب كويس، هنا بقى بنتكلم على ميه عذبه ولا ميه مالحه؟ ميه مالحه عادي، ايوه، مش لازم عذبه؟ لا فانا اقدر استخرج من 3000 كيلو الشواطئ اللي عندي احمر وابيض، البحر الاحمر والبحر الابيض. تمام، فانا عندي متوفره، عندي طاقه متجدده، عندي طاقه متجدده. وبعدين انا لما هاجي ابني كدوله بقى مش كاستثمار، لو انا ببني طاقه متجدده بيقف عليا كيلو كهرباء من الطاقه المتجدده حوالي 2 سنت كتكلفه. انما لو انا هشتريها من مستثمر وداخل مصر بشتريها 5 سنت و6 سنت و10 سنت. يبقى اذا علشان انا استخدم في ادخل في هذا الموضوع ويبقى الموضوع لان هي المشكله في تكلفه الكهرباء اللي بتعمل تحليل للميه عشان اخد هيدروجين اخضر. فاذا انا عشان اعمل هذا المشروع يبقى انا كدوله لازم اعمل الطاقه المتجدده بفلوسي انا، ما باخدهاش من مستثمر، وعندي الميه متوفره، يبقى اذا موجوده. وبعدين احنا كدول ما نعملش بقى زي ما كنا بنعمل في البترول نطلع البترول خام، لا لازم الهيدروجين ده اخده استخدمه واطلع منه الحاجات اللي انا عايزها وابيعه علشان يبقى فيه قيمه مضافه. يمكن ده اللي بيتكلم عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما، مساله القيمه المضافه واستغلال الماده الخام المصريه بدلا من تصديرها والعوده مره اخرى بتكلفه
زائده. شفنا ده في حاجات كتيره جدا زي الغاز والغاز المسال، شفناه في الرخام اللي كنا بنروح الصين بيه بتكلفه كبيره جدا. خلينا نطلع لتقرير الصحافه، وبعد تقرير الصحافه عايز اتكلم هل يمكن استخدام الهيدروجين في المصانع الكبرى، يعني بكميات كبيره، تدور مصنع حديد وصلب، تدور مصنع بتروكيماويات. بعد هذا التقرير للصحافه فابقوا معنا. العين الإماراتية دكتور راتشل فخري: إن الهيدروجين الأخضر يعد ثورة في عالم الطاقة لتحقيقه الحياد الكربوني، بالإضافة لما يتمتع به من وفرة في الطبيعة وإمكانية تخزينه ونقله لمسافات أطول دون إطلاق انبعاثات كربونية، إلا أنه لا يمكن التنبؤ بمستقبله أو اعتباره نوعا جديدا من النفط. أخبار اليوم دكتور جمال القليوبي: على الرغم من التوجه المصري لإنتاج الطاقة النووية إلا أنها تتجه إلى الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، فهذا التنوع في مصادر الطاقة يتماشى مع المعادلة الاقتصادية العالمية للحفاظ على دولة لديها القدرة على إنتاج الكهرباء من مصادر مختلفة. اندبندنت عربي دكتور إبراهيم الغيطاني: هناك تحديات ما زالت تواجه الطموح العالمية لزيادة تمثيل الهيدروجين الأخضر في مزيج الطاقة العالمي، ولعل أبرزها تكاليف إنتاجه المرتفعة، وهو ما يتطلب مساندة منظومة الابتكار العالمية لخفض التكلفة الاستثمارية والتشغيلية لذلك الوقود النظيف. الأهرام دكتور حامد عبد الرحيم: لقد اتفق العالم في قمة باريس المناخ على الاحتفاظ بثبات الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية عند أقل من درجتين مئوية، لكن يبدو أننا بعيدون عن هذا المسار، حيث من المتوقع أن يصل الاحتباس الحراري إلى 3 درجات مئوية، ولن يكون ذلك دون ثمن. واشنطن بوست خبير الاقتصاد العالمي جرينوت وينجر: إن كورونا قدمت درسا للعقل البشري حول كيفية التفكير في المخاطر، فقد حان الوقت لتعاون دولي أكبر للحد من الانبعاثات الحرارية التي تعني المزيد من الكوارث الطبيعية وانقراض الكائنات الحية وانعدام الأمن الغذائي ونشوب النزاعات بسبب ندرة المياه. مشاهدينا الكرام اهلا بكم مجددا. دكتور سامح، هل يمكن استخدام الهيدروجين ويعتبر بديل امن عن الفحم عن الوقود الاحفوري في تشغيل المصانع الكبرى حديد وصلب اسمنت صناعات بتروكيماوية؟ صح، صالح ان هو يستخدم مع كل الصناعات الثقيلة بدون اضرار جانبية. ولو حضرتك لو احنا بصينا كده، لو عملنا طن فحم، ايه الناتج من طن الفحم وايه الناتج من طن الهيدروجين؟ لو احنا عملنا من طن الفحم بيدينا، لما بحرق فحم بس بيديني بيديني حوالي 4 كيلو ثاني اكسيد كبريت في الجو، بيديني 1893 كيلو جرام ثاني اكسيد كربون، بيديني 2.1 ثاني اكسيد كيلو ثاني اكسيد النيتروجين، وبيديني 153 كيلو جرام رماد للفحم. دي جماعك بتوع الكباب والكفته دول مبهدلنا خالص بقى. دي المشكله بالنسبه بتاعت الفحم. لو انا عملته هيدروجين باخد طاقه كامله، والثاني وكل ثواني اكسيد الكربون دي كلها ميه. تمام، بس انا اقدر اعمل، بس بيغير النظام. لو انا مش هغير النظام، احوله ان هو يشتغل بالنظام بتاع الهيدروجين، يعني السيستم زي ما بغير العربيه من بنزين لغاز مثلا، لغاز، فما كنتش عامل النظام ده كامل فمش هشتغل هيدروجين كامل. انما لو غيرت النظام هشتغل هيدروجين كامل واخد الفايده 100%. لكن اقدر احط على المحطات اللي بتشغل او المصانع اللي بتشغل بالغاز احط فيها ال 20%، 20% بتديني 60% اضافه على الطاقه اللي عندي. تمام، خليني اتكلم واحنا بنتكلم على يعني وجود بدائل متعددة لما يطلق عليه الطاقة المتجددة، هو يمكن السبب ما يعرف بأزمة المناخ. يعني كلنا حاسين الأيام دي بأزمة المناخ، درجات الحرارة اتغيرت، في الصيف بقى حر، في الشتاء بقى متقلب، وساعات الدنيا بقى في الشتاء في أيام حر والعكس يعني. وهنا هل يعني مسألة البحث عن حلول جديدة عن طاقة جديدة دي من ضمن اسباب ازمه المناخ التي يعاني منها العالم جميعا؟ شايفين حرق غابات، شايفين امور كثيره، شايفين سيول في دول، في المانيا كان في سيول الاسبوع اللي فات. حضرتك بالنسبه لو انا بقى بستخدم الهيدروجين وبستخدمه على مستوى كويس صحيح، انا امسك النقاط الرئيسيه اللي بتؤدي الى
تغيير المناخ وابتدي اعمل لها تعديل، وده اللي بدا فعلا. يعني مثلا عملوا دراسات لقوا ان لو خدوا 50 سفينه عملاقه في البحر، 50 سفينه لما بتشتغل يوم بتطلع 10 او في سنه بتطلع 10 اضعاف العادم اللي اللي بتنتجه كل السيارات في اوروبا. يبقى انا كم سفينه؟ 50 بس. بس برضه ما السفينه عامله زي البلد يا ما لانها بتستخدم أسوأ انواع الطاقه، السولار او المازوت وبتاع، فعشان كده دي الحاجات اللي انا بتعمل تلوثات في المحيطات والبحار فدي اللي انا ابص عليها. زي ما بعمل عربيه بالهيدروجين، انا دلوقتي بيعملوا السفن تتعمل بالهيدروجين، الطيارات بتشتغل بالهيدروجين. في دول في اوروبا بتشتغل دلوقتي القطارات، من سنه طلعت القطارات كلها بالهيدروجين. فاذا الاتجاهات الرئيسيه اللي انا ابص عليها، زي ما ببص على المصانع ابص على مجموعه السفن. مجموعه السفن بتطلع عادم سيء جدا في الجو، انا احاول بدل ما زي ما بشتغل في زي ما اليابان عملت عربيه تماما بالهيدروجين، بالهيدروجين الاخضر، دلوقتي بيتجهوا للسفن تتعمل كامله تشتغل بالهيدروجين. لما تشتغل معايا سفن بالهيدروجين وتشتغل معايا طيارات بالهيدروجين وقطارات بالهيدروجين، تمام، يبقى انا دخلت على جزء كبير اللي بيأثر على المناخ، حولته لصالح للبيئه. سؤال اخير يا دكتور، مستقبل الطاقه المتجدده في مصر، خاصه ان الدوله المصريه منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني تتحرك في مجالات كثيره جدا، في مجالات القيمه المضافه، في مجالات الاستغلال الامثل للطاقه المتجدده، للطاقه بشكل عام، لترشيد الانفاق في مسائل الطاقه سواء كانت طاقه غاز او طاقه بترول. شايفين في حركه غير مسبوقه في مجالات حتى التكنولوجيا، مستقبل مصر في هذا المجال يا دكتور؟ في الطاقه المتجدده، لما نتكلم على الطاقه الشمسيه، احنا عندنا اكبر محطه طاقه شمسيه في الشرق الاوسط. في طاقه الرياح عندنا اكبر حقول محطات في الشرق الاوسط. لما بنتكلم على الطاقه الناتجه من المياه، عندنا في اللي هي الطاقه اللي بناخد المياه في جبل عتاقه، وديت الاولى على مستوى الشرق الاوسط والخامسه على مستوى العالم، ان احنا بنطلع المياه بعد ما بيعمل لها فلتره ثلاث مرات، بتطلع فوق الجبل وبتنزل تديني طاقه 2.4 جيجا، ودي بتشتغل ستاند باي. يبقى كده ادي الطاقه المتجدده انا اعلى وافضل موجود في الشرق الاوسط. هنتكلم بقى في الهيدروجين، احنا بدانا في موضوع الهيدروجين وعندنا الامكانيات ان شاء الله هنشتغل فيها. وبعدين انا اتمنى ان احنا نستخدم العجينه بدل ما نستخدم الطاقه المتجدده اللي هي بشغل النانو، اللي هي بتتعرض للشمس وتحتها الميه تديني هيدروجين على طول، ودي احدث حاجه موجوده في العالم. ده دور العلماء والخبراء اللي زي حضرتك. بشكرك يا دكتور، كل الشكر والتقدير لضيفي الكبير الدكتور سامي نعمان استاذ الطاقه المتجدده، كنت ضيفا عزيزا في هذه الحلقه من مساحه للراي. الشكر لكل الساده المشاهدين على حسن المتابعه، ألقاكم دائما على خير، الى اللقاء.